ازيكم يا رجاله واهلا بيكم في فيديو جديد ورجعنا تاني مع بعض في فيديو حماسي وزي ما وعدتكم ان كل فيديو في واحد هيكسب معانا شدات للعبه ببجي موبايل بس خلي الموضوع ده في اخر الفيديو علشان انت هتتفرج دلوقتي على جيم مصارعه في قلب سجون لعبه ببجي موبايل هيكسر الدنيا عايزك تتفرج على الفيديو وتستنى للاخر علشان تعرف مين اللي كسب لان ممكن انت اللي تكون كسبان معانا شدات للعبه ببجي موبايل وخلينا برضو اقول لكم على حاجه ان الناس اللي دخلت لعبه معايا دلوقتي وعملنا المصارعه دي كان في واحد برضو كسب فيهم شدات من الديسكورد ولو انت عايز تنضم للرومات بتاعتنا اللي احنا بنعملها شبه اللي انت هتشوفها دلوقتي واللي برضو بتكون على شدات يعني غير ان احنا بنكسب كل يوم واحد من القناه على اليوتيوب بنكسب كمان ناس من الديسكورد فلو انت عايز تنضم لينا هسيب لك رابط الديسكورد موجود تحت الفيديو برضو بنكسب واحد لما بنعمل رومات شبه الروم اللي انت هتشوفها دلوقتي عايز اسيبك تستمتع بالفيديو ده واستناني في الاخر علشان ممكن انت اللي تكون كسبان يلا رجاله جهزوا يا رجاله وحوش كله في ارض الملعب محدش يتحرك وابعد عن التاني ابعد عن زميلك عشان ما يضربك ابعد عن زميلك ايوه كده ايوه مين اللي وصل ايوه يا رجاله عاش ده مين اللي لسه ما جاش بقى انا طب يلا يا اسطى انت في اخر الدنيا انت نزلت فين نزلت السويس ولا ايه يلا يا جدعان كلنا على المدرجات نقعد نتفرج يلا كلنا نتفرج على مين على مستر بيست وسيف يلا يا مستر بيست انت وسيف ومحدش يضرب الا لما اقول ابدا على المدرجات جنبي كلنا جنبي هنا يلا كلنا جنبي اضرب يا اسطى ديلو 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 يلا ديلو استنى يا اسطى اما اديك حته اكشن ديلو ايوه كده ريكورد محدش يطلع من الملعب اوعى حد يطلع اللي يطلع من الملعب هزعله والله العظيم ايوه عليك يا مستر بيست الله عليك مستر بيست تعالى جنبنا كده مستر بيست وسيف كده سيف طلع خش يا فارس يا فارس يا فارس انت وانور فارس وانور خش يا انور ايوه عليك ابدا يا رجاله ابدأوا ضرب يلا دو عاش يا احمد اصلان مستر بيست ضربني يا اسطى خلى نص دمي واجع طب اهدى بس هقول لك انا دلوقتي هنرفع لك الدم دلوقتي بس اصبر اما نشوف المفايطه دي خش يلا اضرب يلا الله عليك اوبا وتعالى مستر فارس فارس تعالى فارس تعالى خش كده مستر بيست كسب هو ومستر فارس وطلعوا سيف وطلعوا انور نخش بيبو وسلم بيبو وسلم ينزلوا ارض الملعب بيبو وسلم ايوه يا بيبو ايوه يا صاحبي في تاني ما تقلقش خش اضربه ابدأوا ايوه خش اكشن باكشن برو باكشن ايوه عاش يا رجاله مستر بيست وسلم ارض الملعب اوه مين اللي كسب مين اللي كسب فيكم يا رجاله مين اللي كسب بيبو الواد ما ادانيش غير بوكس واحد عاش يا بيبو عاش يا بيبو خش يا بيبو عاش 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 عبدو ياسر وانتوا الثلاثه طب يا رجاله انتوا الثلاثه كل مطلوب منكم دلوقتي ان انتوا تهلسوا صحتكم وتيجوا انتوا الثلاثه اللي كسبوا خد يلا انت ما كسبتش يلا تعالى هلا خد يلا خد يا عبده يا ياسر تعالى انت جنب انت هنا ماشي روح هلس يلا بسرعه هات بس بسرعه ما تتاخرش قدامك خمس ما حدش يلبس درع هزعلكم والله اللي هيلبس درع هزعله يلا رجاله نقعد بقى نقعد كده نروق الثلاثه اللي كسبوا يقفوا كده قدامي الثلاثه اللي كسبوا اللي لسه ما كسبش يقعد هناك اللي لسه ما لعبش اصلا اللي لسه ما لعبش ماشي اقفوا بس كده ابعد عن بعض ماشي خليكم بس كده قدامي خليكم قدامي يلا يا عبدو يا ياسر يلا يا عبدو يا ياسر خش عليه اديله فارس اديله في وشه بوكس في عينه ايوه عليك يلا هيكسب ده ولا ايه هيتهور عليه الله عليك اديله يلا محدش يطلع بره الملعب محدش يطلع بره الملعب يا شباب ايوه خليك في قلب الملعب اديله يلا الله عليك تعالى يا ابني انتوا الاثنين يا رجاله تعالى يا فارس انت جنبي تعالى يا فارس جنبي انزلوا انتوا الاثنين يا رجاله يلا يا شباب اكشن ها حماس درعمه ديلو اضرب اكشن يا ترى مين اللي هيكسب يا ترى مين ايوه الواد ده سريع على شكله هيكسب شكل بيبو هيكسب ولا مين اللي هيكسب وبيبو مين اللي بيلعبه يا اسطى ومستر بيست بيبو بيبو ومستر بيست عليك الغدره والله ما ادري عاش يا ابطال الاثنين الابطال اللي لسه موجودين معايا دلوقتي روح هلسوا اقفلوا المايكات وخش ارض الملعب يلا انطلاقه ايوه عليك يلا خش يلا يا ترى مين الفائز مستر بيست وفارس مستر بيست وفارس مستر بيست كسب الله عليك الله الله عليك الله على الابطال ابطال مصر مبروك هو لابس فيست يلا انت لابس فيست ايوه والله اخلع هدومك يا مستر فارس يا مستر بيست انت طب اخلع هدومك
والتاني لابس فيست برضه، ومستر فارس لابس كان لابس فيست برضه هنا اهو. كل اللي ماتوا، كل اللي ماتوا ما كانوش لابسين فيستات ازاي؟ بص على الصناديق كده، مفيش الا انت، انت وفارس، محدش يضرب، كله يخلع هدومه بدايه كده، كله يخلع هدومه. الله عليكم. يلا يا رجاله كلنا كده نيجي نقعد جنب بعض، كلنا نيجي نقعد جنب بعض كده. يلا يلا الاثنين. طب ما تختارنيش الاول عشان انت اخر مره اختارتنيش. ماشي ماشي خلاص، الاثنين اللي هينزلوا يلعبوا قصاد بعض دلوقتي مستر بيست وفارس. يلا يلا رجاله تعفلوها، ضرب ضرب صباح الباكر. ايوه كده، حدش يطلع بره، حدش يطلع بره. ايوه كده حماس، فرجوا يا رجاله من بعيد لبعيد، فهم هما بيطحنوا في بعض. يا حرام، مين اللي مات؟ اقسم بالله دمه صفر. دمك قد ايه يا اسطى؟ زمانه ميت دم خالص. خلاص يلا يا اسطى، ده دمه خلاص خلاص. تعالى اقعد جنبي، تعالى اقعد جنبي دلوقتي. اللي هيدخل للتاني، اللي هيقابل التاني، خلينا نقول مع بعض. انور وسيف، انزل يا انور انت وسيف. يلا انور خش يا رجاله. يلا عشان هو يعني عندي فده مش بيكون اقوى عشان راجل راجل. عشان شخصية عندي. مين اللي كسب؟ مين اللي كسب؟ انا يا اسطى، انا يا اسطى وربنا انا. انور انور ماشي خلاص كده، انور كسب ومستر بيست كسب. يلا سولم، سولم وسولم ومين؟ وعبدو ياسر. سولم وعبدو ياسر خشوا لبعض. يلا سولم وعبدو ياسر. ايوه عليكو ابطال. مين اللي كسب؟ مين اللي كسب؟ عبدو ياسر. التلاتة اللي كسبوا، التلاتة اللي كسبوا يروحوا يهلسوا. يلا بسرعة، التلاتة اللي كسبوا والتاني يخليه معايا، التاني يخليه معايا. مين اللي لسه معايا؟ انا بيبو يا اسطى. ماشي يا بيبو، خليك معايا يا بيبو، خليك معايا. انت دمك لسه زي ما هو كامل. ايه يا لهوي، هم عملوا فيك كده ليه يا فيكتور؟ فيكتور عملوا فيك كده ليه يا فيكتور؟ بهدلوك بهدلوك يا فيكتور. يلا يا مستر بيس وبيبو. يلا يا مستر بيس انت وبيبو. يلا يا بيبو خش يا بيبو، خش يا بيبو ومستر بيس. يلا رجاله بيبو ومستر بيست فايتات بقى، ضرب نار بقى في الصباح الباكر. يلا اهو اضرب، اهو اضرب يلا، اضرب يلا، اديله في وشه، اديله على مناخيره، اديله على اديله، ادي اديله. يلا رجاله شجعوا مع بعض، يا رجاله شجعوا مع بعض، ادي اديله. هو ما بيرقصش ليه ده؟ ما ترقص. مين اللي موت مين؟ الله عليك يا مستر مستر بس مات. جبته جبته بيبو اللي عايش يا بيبو، عايش يا بيبو. بصوا يا رجاله انتوا الاثنين بقى اخر عايز دم، عايز دم يا بيبو. بيبو تعالى انت هنا يا بيبو، تعالى اهو انا اهو. طب روح انت التاني. يلا اضربوا بعض بقى، اضرب يلا، خش يلا، اديله يلا، اديله يلا، اديله على دماغه، اديله 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 يلا. ايوه الله عليك. مين اللي كسب يا رجاله؟ عبد ياسر. عبدو ياسر، احلى مسا عليك يا عبدو ياسر. يبقى عبدو ياسر ومستر بيبو اللي فاضلين. هلسوا هلسوا، اما تهلسوا وتبقوا جاهزين تعالوا لي، اما تبقوا جاهزين تعالوا. خد بند جاي، بند جاي. يلا عاش يا رجاله. معاك واحده كمان؟ لا ما عادش والله، اللي هي واحده بس. لما تكونوا جاهزين عرفوني، لما تكونوا جاهزين كده. انا جاهز. جاهزين؟ انا جاهز. طب اصبروا لحظه بس، لحظه بس نروح نلاقي لوت ولا نلاقي هي. يلا بيبو انت وعبدو ياسر خشوا على بعض، اضربوا. يلا يا رجاله انطلاقه، هنشوف مين اللي هيكسب دلوقتي، فيكتور ولا المرأة الحديدية؟ الله عليكم يا رجالة. ايوه فيكتور، فيكتور اهو، فيكتور ما بيرحمش، فيكتور مش هيسيبها، فيكتور هيجيبها. الله عليك يا فيكتور، خش هسه، خش خش عليه فيكتور. فيكتور هو اللي هيكسب على فكرة، حاسك كده هتكسب يا فيكتور. اديله يلا، اديله، اضرب نطة شقية، نطة شقية مع ضربة حلوة. اوه عليك يا فيكتور. مين يا شباب؟ مين يا شباب اللي كسب؟ عبد الرحمن ياسر. عبد ياسر احلى مسا عليك يا عبدو ياسر، احلى مسا عليك يا ريس. يلا يا عبدو ياسر انت وحظك يا عبدو ياسر. الله انت وحظك في الهديه اللي هتجيلك دلوقتي، زي ما قلت لك من كام شده؟ هتجيلك من 60 شده ل 8000 شده. بص يا اسطى غمض عينك وافتحها واتفاجئ، هيجيلك 60 شده اكيد يعني. يلا جاهز جاهز، اخر رقم هكتبه اهو اهو، المفروض الشدات دلوقتي هتجيلك. فاجئني كده وقول لي جالك كام شده، فاجئني كده. الشدات وصلت في حسابك كام شده؟ قولي 63. كم؟ 63. مبروك عليك يا اسطى. يلا يا اسطى الف مبروك عليك ال 63. انا كنت فاكر هيجي لك اكتر من كده. تعالوا بقى مع بعض نشوف مين اللي كسب شدات في لعبه ببجي موبايل. انا طبعا قلت ان في واحد هيكسب معانا
من كل فيديو. طيب هتكسب ازاي؟ قلت كل واحد يا شباب يكتب الاي دي بتاعه تحت الفيديو بالاسم بتاعه في اللعبه علشان ابقى متاكد وعارف ان هو ده الاي دي صح، مش كاتب اي حاجه غلط. فهنشوف مع بعض الفيديو اللي فات ونختار واحد نشحنه شدات، وزي ما قلت لك انت وحظك في الشدات اللي هتجيلك من اول 60 شده لحد 8000 شده، انت وحظك. فخلينا مع بعض نشوف مين سعيد الحظ اللي كسب معانا. يعني اول حاجه هعملها ان انا ده الفيديو يا شباب زي ما انتم شايفين اهو، او هو ده الفيديو، انا هاخد بس الاي دي بتاع الفيديو او اليو ار ال بتاع الفيديو، وبعد كده هروح على الموقع ده. الموقع ده باختصار ان هو بيختار واحد من الكومنتات عشوائي، يعني اي حد بقى هو وحظه بقى. فانا دلوقتي كل اللي عليا ان انا احط هنا رابط الفيديو. طبعا قلت للناس يا شباب ما حدش يكرر كومنتات، لان تكرير الكومنتات انت كده هتخرج بره المسابقه عننا. فانا دلوقتي بعمل فلتر للكومنتات، وبعد كده بقول له هات لي يا سيدي الكومنتات، هو بيبدا يجمع كل الكومنتات اللي موجوده ويفلترها. طيب انا دلوقتي كان في 1000 كومنت واكتر، فلترهم وجاب لي بس 383 كومنت، عشان كده قلت لك لو انت بتكرر الكومنتات هتخرج بره المسابقه. خلينا بقى نضغط على ستارت ونشوف مين سعيد الحظ اللي كسب معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين سعيد الحظ اللي كسب معانا؟ واحد اسمه عمرو حسن، انا بحبك قوي ونفسي العب معاك، وكمان هتلعب وتشحن يا عم ولا تزعل، وده الاي دي بتاعه يا شباب، كاتب الاي دي اهو. والله هتلعب وهتشحن وهتعمل كل اللي انت نفسك فيه زي ما انتم شايفين يا شباب. مش عارف انتم شايفين ولا لا، بس انتوا مش هتشوفوا اي حاجه خالص. يا ريت برضه عايز انوه على حاجه، في واحد كسب معايا الفيديو اللي فات، بس المشكله ان هو بيلعب نسخه ببجي الكوريه، واحنا بنشحنش للكوريه بسبب ان لازم يكون الاكونت معايا علشان اشحن لك، فالموضوع بيبقى صعب شويه. انما العالميه انا بشحن لك بس عن طريق الاي دي. فيا ريت اللي كسب الفيديو اللي فات انا بعت له طلب صداقه في لعبه ببجي، يا ريت يقبله ويدخل معايا بس يديني اي حساب في العالميه عشان اشحنه. ده حاجه انا كنت عايز اقولها بس علشان ايه لو هو بيتفرج على الفيديو دلوقتي. ده برده اللي كسب معانا ده يا ريت برده تكون عالميه مش كوريه. اول ما الفيديو ينزل على طول على اليوتيوب هتلاقي الشدات موجوده في حسابك، وزي ما قلت لك انت وحظك من 60 شده لحد 8000 شده. وكده يا جماعه انا خلصت الفيديو ده، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الحلو والسبسكرايب الجميل. ان شاء الله تشوفونا في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم.